صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حسنكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة إخواني في سورة التوبة، وتذكر ثلاث مراحل، كل مرحلة أعلى من الأخرى. المرحلة الأولى تخاطب الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إذن خطاب عام لأهل الإيمان. طبعا هذا الإيمان الإيمان العام، يعني المسلمين، يعني خطاب لكافة مسلمين. إخواني انتبه لي رجاء، بالأخص بالمقدمة، لأن هذه الآية جدا بها تداخلات كثيرة. زين، فالآية الكريمة بدأت تخاطب الذين آمنوا، يا إيمان يعني الإسلام، يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكافة المسلمين بكافة مذاهبها بكافة أطيافها بكافة مكاتبها تخاطبهم الآية، يا أيها الذين آمنوا عامة. المرحلة اللي أعلى من الإيمان شنو مولانا؟ اتقوا الله. إذن مرحلة أعلى من الإيمان ماذا؟ التقوى. التقوى أعلى من الإيمان. التقوى أن تخاف الله وأن تعبد الله كأنك ترى، فإن كنت لا ترى فهو يراك. هاي التقوى. التقوى أعلى درجة منين؟ من الإيمان. ليش أعلى درجة من الإيمان؟ لأن الله يخاطب الذين آمنوا أن يتقون، واضح مولانا؟ ولهذا يقول إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. واضح حبيبي شلون؟ زين، في آية ثانية يقول إن الله مع المتقين، مع المتقين. إذا تريد يصير الله وياك عليك بمن؟ بالتقوى. من كان مع الله كان الله معه. إن تتقوا الله، شوف آية ثالثة هاي، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تقدر تفرق بين الحق والباطل. ومن، آية رابعة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. آية خامسة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. آية سادسة مولانا، بسم الله الرحمن الرحيم، والله يحب المتقين. إذن محبة الله، معية الله، الفرقان بين الحق والباطل، المخرج واليسر بمن؟ بالتقوى. زين، إذن التقوى درجة أعلى من الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هاي المرحلة الثانية. الثالثة اللي ثقل الآية عليها، اللي احنا الخلاف بيننا وبين غيرنا بهاي المقطع الثالث، وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين. زين، خل أقول لك أنا الصدق شنو. أقول لك هاي الصادقون عامة لو خاصة، مع مطلق الصادقين لو الصادقون ناس خواص. شنو الدليل؟ عندنا آيات، عندنا روايات، لو ما عندنا توجه لي مولاي. أنت خو تعرف الصدق شنو؟ الصدق، قبل لا نبدأ، الصدق هو مطابقة الواقع، مطابقة الحقيقة والواقع. شو يسمونه؟ يسمونه الصدق.
انت وين رايح؟ رايح للمجلس. وصدق انت رايح للمجلس، هذا شو يسمونه؟ صدق. واضح مولانا؟ انت سويت كذا، وصحيح انت سويت كذا. واضح مولانا؟ هذا مطابقة الواقع الحقيقة، يعني يسمونه شنو؟ الصدق. والصدق يقابله الكذب، ومن الذنوب الكبيرة هو شنو مولانا؟ الكذب، وهو مفتاح الذنوب والمعاصي. مفتاح الذنوب والمعاصي عدم الصدق، يعني شنو؟ الكذب. هذا الشيء بالشيء يذكر. اجى واحد الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم، قال له يا رسول الله انا اريد ان اؤمن. هو كان مشرك، اريد ان اؤمن بس انا والعياذ بالله ازني واشرب الخمر وكل شيء اسوي، كل شيء اسوي ما يحلو لي، وانا احب الايمان بك لكن انت تحرم الخمر وتحرم الزنا وتحرم كل شيء، فانت لجل عيونك يا رسول الله أنا أريد أتجنب من معصية واحدة بس، ما أقدر من كلهن، واحدة بس، بس واحدة لكي أؤمن. الرسول قال له إذن افعل ما شئت ولكن لا تكذب. كذب لا تكذب، كذب لا تكذب. قال له ها هي، قال له ها هي، لا تكذب. زين، هذا آمن برسول الله وراح، راح قدموا له الخمر، قدموا له خمر. قال زين إذا أنا شربت الخمر ورجعت إلى رسول الله، سألني مثلا النبي ماذا صنعت، ماذا فعلت، أو سألني شربت الخمر أم لا، إذا أقل لا ما شربت هو شنو؟ كذب. أو إذا أقل شربت هم أفتضح عند رسول الله، هم علي حد، راح يحدوني، يحدونه حد جلد علي. ها زين، قدموا له الزنا والعياذ بالله، عرضوا له الزنا، قال إذا أروح إلى رسول الله يقلي ماذا فعلت في يومك هذا، شقل أقول له زنيت خوي حدني، حد قتل. ها أقول له لا ما زنيت وشنو مولانا؟ كذب. يقول من بعد يوم يومين إلى 40 يوم لم يذنب ولا ذنبا واحدا. فرجع لرسول الله قال له يا رسول الله نعم الاختيار، أنت اختاريت شيء خليت إيدك على الجرح، خليت كل الذنوب والمعاصي تركتها لأني تركت الكذب. واضح مولانا شلون؟ فإذا الصدق هي مولاي يعني مطابقة الواقع، ولهذا الصدق على 4 أنواع. سمعني بالقرآن الكريم، قاعد نوصل للمرحلة الحساسة. الصدق على 4 أنواع: صدق في القول، الإنسان يكون يصير صادق بمن؟ بالقول، بالحكي، من يحكي يكون صادق. واحد، صدق بالعمل، أصدق آية كل واحدة آية. صدق بمن؟ بالقول، احكي وياي اللي بالأخير. الثاني صدق بالعمل، من تشتغل كن صادق في عملك. هاي اثنين، صدق في الوعد، اذا تنطي وعد شو سوي مولانا؟ اوقف على وعدك لا تكذب. زين، الرابع صدق في العهد، اذا اكو معاهده بينك وبين غيرك سوي مولانا كن صادق وين؟ بالعهد. كل وحده بها آية. الاولى صدق في القول، وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي جاء بالصدق، هذا صدق بمن؟ بالقول. الصدق في العمل، وين الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا، يعني صدق في العمل، لأن الآية اللي قبلها تتكلم عن الجهاد، عن الإنفاق، عن كذا. هاي اثنين. صدق في الوعد، وين الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنه كان صادق الوعد. هذه ياهو إسماعيل يعني، لكن هي عامة، إذا تعد أفي بوعدك، من علائم المؤمن. هاي ثلاثة. الرابع وين العهد؟ صدق في العهد، بسم الله الرحمن الرحيم، صدقوا ما عافية إيه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما عاهدوا الله عليه. إذن إيش قصارا؟ 4: صدق في القول وفي الفعل العمل وفي الوعد وفي العهد. اللي عنده 4 إخواني توجه لي، اللي عنده 4 شو يقولوا له؟ يقولوا له صديق. اللي عنده 4 شو يقولوا له؟ صديق، يعني كثير الصدق، 4 عنده. هذا مو صادق، صديق بعد اكثر من الصادق. زين، هسه نرجع للقران الكريم، نشوف القران الكريم مولانا هذا الصادق من اللي عرفه بالقران الايات، من الذين صدقوا ياهم؟ قبل لا ابدا انا من الذين صدقوا، خل اقول لك انا شيء. اولا هذه وكونوا مع الصادقين، هذا الصادقون مطلق الصادقين لولا خاصة. خلينا نروح جماعتنا ذكول، شو يقولون؟ يقولون وكونوا مع الصادقين، أي مع محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم.
يعني مع النبي كونوا مع النبي ومع أصحاب النبي، كونوا مع مع الصادقين، مع النبي وأصحاب النبي وأصحاب النبي. دقق، الرأي صحيح لو مو صحيح؟ صحيح لو مو صحيح؟ أنت قل لي إيه ولا دبا، أنا جاوبك، بس قل لي إيه ولا صحيح مو صحيح. زين، الرواية شنو مولانا؟ مو صحيحة، الرأي مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأن هذا الخطاب عام لو خاص، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا فقط في عهد رسول الله، لو عام لي عام صح إلى يوم القيامة، صح. النبي وأصحاب النبي مدتهم خاصة لو عامة، خاصة فترة من الزمن وماتوا، ها النبي راح وجماعتهم راحوا وخلاص. زين، إذا كان النبي وأصحاب النبي فقلنا النبي مات، زين أصحاب النبي هم ماتوا، كان وين الصادقين اللي يصير وياهم؟ الآية قاعد تقول سير وياهم. زين، قالوا النبي وأصحاب النبي، وينهم هسه؟ هسه وين النبي؟ وين اللي يصير وياهم؟ ها وين أصحاب النبي يصير وياهم؟ ها هذا رأي، الرأي هذا مردود، هاي واحد. ثانيا الله شو يقول؟ وكونوا مع الصادقين، مع مع. للأسف بعض الجماعة وصل للآية مر عليها مرور الكرام، ايش قال؟ قال مع الصادقين يعني كل الصادقين، عامة ما تخص واحد، مو بس النبي واصحابه، كل واحد اللي يكون صادق سير وياه انت. ها نقول لا، خطأ، هاي مو عامة، لان كونوا مع الصادقين ما قال كونوا من الصادقين، اكو فرق، انت عربي، اذا قال كونوا من الصادقين اي نعم تكون عامة، يعني كل انسان واجب عليكم شو يصير؟ يصير صادق. ما كل مؤمن، كل مسلم، كل إنسان، مو مسلم، كل إنسان يجب أن يكون صادق. كون يقول من الصادقين قاطر السر عامة، بس ما قال من الصادقين، قال مع الصادقين، مع الصادقين. إذن هذول الصادقون ناس خاصة، خاصة بعدين في كل زمان، خاصة في كل زمان، هي خاصة لأشخاص، بس هذول الأشخاص في كل زمان على مدى الدهور والعصور. ها ولهذا جمعها، قال الصادق، ليش الصادقين؟ ها لانها عامه في كل زمان، اكو شنو؟ اكو صادقين وانت تنتمي لهم. زين، بعد اشاره، بعد اشاره، هذول الصادقين معصومين كون يسيرون لولا مطلق الناس؟ حتى لو يصير مو معصوم، شنو رايك؟ كون يصير معصوم. ليش كون يصير معصوم؟ لان الايه مطلقه، ايش قال؟ قال وكونوا مع الصادقين، يعني بكل شيء، يعني يكون على خطى الصالحين الصادقين، على منهج الصادقين، كما أمروك الصادقين، كما يفعل الصادقون، كما يقول الصادقون، كما يعدوا الصادقون، كن مع الصادقين. قيدها لو مطلقة، مطلقة قال كونوا مع الصادقين، كل شيء يسوون الصادقين انت شو تسوي؟ اتبعه، سير وياه. إذا سير وياه أكيد هذا الصادق كون شو يصير؟ يصير معصوم. إذا مو معصوم الله ما يقول لك سير وياه، إذا مو معصوم تقيدها، تقيدها، يقول لك في المعاصي والذنوب لا سير وياه، إذا خطأ لا سير وياه، إذا أذنب لا سير وياه. ما دام قال كونوا مع الصادقين، إذن هذا الصادق شو يصير؟ يصير معصوم، لأن أمر مطلق، كل شيء اللي سوى هذا الصادق أنت أعمل، يعني دلالة على أن الصادق شنو مولانا؟ معصوم. ها إذن هذا الصادق ماذا؟ معصوم، يجب اتباع هذا الصادق الذي معصوم في كل زمان، في كل زمان. ياكو هذا عندنا مولانا الصادق من هذا؟ زين، نرجع للرواية، نرجع رواية قبل أعطيك آية أنا مولانا، نرجع لرواية جدا جدا جميلة، الرواية عن سلمان، سلمان المحمدي سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا رسول الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أهي عامة أم خاصة؟ عامة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع مع الصادقين. زين، عامة لو خاصة؟ ايش قال النبي؟ فقال رسول الله اما المأمورون، المأمورون اللي الله امرهم ياهم، يا ايها الذين امنوا، اما المأمورون فعامة المؤمنين، عامة المؤمنين، واما الصادقون، الصادقون ياهم، ها كونوا مع الصادقين، فهي خاصة يا سلمان، هي خاصة. قال لمن خاصة يا رسول الله؟ قال خاصة لأخي علي بن أبي طالب والأوصياء من بعده إلى يوم القيامة. زين، إذن الصادقون ياهم يسيرون، المعصومين في كل زمان، الإمام علي في زمانه، الإمام الحسن في زمانه، الإمام الحسين في زمانه. زين، عندنا آية تصدق ذلك لولا؟ عندنا آية، أسمع أخوان عيوني،
أترجاك هاي الآية جدا مهمة. الله وكيلك شوفها، يا ريت تكون الكاميرا تبين. شوف أنا خابصة مسويها مولانا منا كاتب اللي طابعة واللي كاتبة بإيدي، لأن كلش مهمة ولهذا أكدت عليها أنا. زين هسا هاي الآية في سورة البقرة آية 177 تفسر الصادقون ياهم، تفسر الصادقين. من هم الصادقون ياهم؟ احنا قلنا علي بن أبي طالب والأوصياء. شنو عندك دليل من القرآن؟ عندي خير من الله، أدلة من القرآن تثبت على أن الصادق في القرآن ياهم علي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب. زين هسا نرجع للآية في سورة البقرة، آيتنا هذه وكونوا مع الصادقين في سورة التوبة، هاي وكونوا مع الصادقين في سورة التوبة آية 119، بس الآية اللي تفسر الصادقين في سورة البقرة آية 177. اسمعني، يا هم الصادقون، أقرانك ونحسب أنا وياك. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، البر ياهو، البر يعني اللي يسوون هذه الأشياء يعني من الأبرار، بعد اللي يسوون هذه الأشياء يعني أبرار. ولكن البر، احسب وياي وحدة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن أول شيء الإيمان، أول شيء احفظها إخوان، احفظها مو تكسر رقبتك، توجه مولانا. زين اسمع، أول شيء الإيمان، الإيمان بمن؟ من آمن بالله واليوم الآخر بعد والملائكة والكتاب والنبيين، إذن الإيمان هذا البر. الثاني مولانا، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ايش قصارا؟ اثنين، الأول الإيمان، الثاني مولانا الإنفاق، الصدقة والإنفاق. ايش قصارا؟ اثنين. الثالثة وأقام الصلاة، أقام الصلاة قصارا؟ ثلاثة. أربعة وآت الزكاة، هاي أربعة. الخامسة الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا انتعهد شنو مولانا؟ يوقف بعهده، هاي من علائم الأبرار، قالوا ولكن البر. إيش قصارا؟ خمسة. السادسة والأخيرة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يصبرون في الشدة والرخاء ويصبرون حين البأس يعني حين الحرب. كم صفة سارة؟ ستة. إذن إيمان بعد إنفاق بعد الصلاة إقام الصلاة، الرابعة إيتاء الزكاة، الموفون بعهدهم والصابرين، إيش قصارا؟ ستة. هذول ياهم الله قاعد يقول أولئك الذين صدقوا، اللي عندهم هاي الستة هذول شنو؟ صدقوا، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إيش قصارا؟ ثلاث. سارا البر اللي سوى هذن الستة يكون من الأبرار، واحد. اثنين يكون من الصادقين، ثلاثة يكون من المتقين. توجهت شلون صار مولانا؟ يعني هاي الستة علائم الأبرار وعلائم الصادقين وعلائم المتقين. ها هسا نطبق هاي الثلاث على علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ست الصفات نطبقها على علي بن أبي طالب ونطلع علي وأولاد علي هم الأبرار وهم الصادقون وهم المتقون من القرآن. توجهت مولانا؟ اللهم صل على محمد. نجي وحدة وحدة أنا وياك. الآية أول الآية قال ولكن البر من آمن، اللي عنده ستة، إذن هذول من الأبرار ياهم. من آمن بالله، أكو واحد مولانا علي سبق علي بن أبي طالب بالإيمان؟ أول شيء الإيمان، علي أول المؤمنين، علي أول المسلمين. شو يقول بعد؟ علي أمير المؤمنين وآدم بين الماء والطين. توجهت مولانا؟ علي يكون أمير المؤمنين وآدم بين الماء والطين. إذن الآية تقول آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، أول صفة الإيمان، الإيمان عند من؟ عند علي، لأن علي أول المؤمنين، علي أول المسلمين، علي أمير المؤمنين، علي هو الإيمان بنفسه، علي برز الإيمان كله إلى الشرك كله. إذن كل علي بن أبي طالب. إذن أول المؤمنين ياهو علي بن أبي طالب. الثاني قلنا شنو مولانا؟ الإنفاق. زين وآت المال على حبه ذوي القربى إلى آخر الإنفاق. وين الآية مولانا؟ الإنفاق ترجع بسم الله الرحمن الرحيم، ثلاثة أيام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أنا نسيتها، إنما نطعمكم المن لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا إنفاق لو مو إنفاق؟
هذا انفاق، هذا انفاق علي بن ابي طالب واولاد علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب كان عنده درهم واحد، درهم واحد مولانا، تصدق بهذا الدرهم وبقى الحسنان جياع، تصدق بهذا الدرهم الواحد. في قصة الرمانة معروفة، علي بن ابي طالب كان عنده رمانة واحدة لفاطمة الزهراء، هذه الرمانة تصدق بها علي بن ابي طالب سلام الله عليه، لأن ذكرتها مرارا وكرارا، انا بعد ما اذكرها مولانا. الزهراء سلام الله عليها، النبي أهدى لها ثوب الزواج، ثوب عرس، في ليلة زفافها، في ليلة زفافها تصدقت بهذا الثوب، ثوب الزواج تصدقت به. واضح مولانا؟ إذن إذا قلنا الإيمان فالإيمان ياهو علي، أطينا هذه. إذا قلنا الإنفاق فأول المنفقين ياهو وأفضل المنفقين ياهو علي، هاي اثنين. الثالثة شنو مولانا؟ الثالث إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الثالثة والرابعة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أعطيك آية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم بعد الله ورسوله بعد والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم الله الله. إذن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الآية خاصة لأمير المؤمنين علي عليه السلام. إذن شقد صار المولانا؟ أربعة، الإيمان علي، الإنفاق علي، إقام الصلاة علي، إيتاء الزكاة علي، ظلنا اثنين. الخامسة مولانا، الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أعطيك آية، يا هذا الذي وفى بعهده، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال عفية صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منهم من قضى نحبه. اتفاق الروايات اليوم دورت عليها وحدة وحدة مولانا، اتفاق الروايات منهم من قضى نحبه حمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار، هاي منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر الذي يفي بعهده من المؤمن رجال صدقوا ما عهدوا، منهم من ينتظر ياهو، منهم من ينتظر علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا حبيبي شو صار؟ إذن وفى بعهده لولا وفى بعهده، الآية تشير إلى ذلك. إيش قصارا؟ خمسة. السادسة مولانا، زين، الصابرون في البأساء والضراء، في الشدة والرخاء يعني، ها يقول فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شج، يعني شنو قذى؟ يعني شوكة، شجاع يعني عظم. واضح مولانا؟ واحد بعينه شوكة ويصبر، شوكة شوكة بالعين، ياهو يقدر يصبر؟ ما حد يقدر يصبر. زين، الإمام علي في حلقه عظم، زين، ويصبر، زين، هذا صبر لو مو صبر؟ بعد مولانا، وحين البأس والصبر، يعني حين البأس يعني حين الحرب، يعني المقاومة والاستقامة بالحرب. أنتم إلى الآن سمعتم من مورخ، من واحد معاند، زين شين خير مو خير، أن علي بن أبي طالب ترك الحرب؟ لا أبدا. علي بن أبي طالب في واقعة أحد، هل تقرأ عنها مولانا؟ جدا عجيبة. علي بن أبي طالب في واقعة أحد مولاي، جرح رسول الله. اسمع، لما جرح النبي صاح المشركون، خاطر تتفرق المسلمون، قالوا قد قتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد وآل محمد. المسلمون من سمعوا النبي قد مات، ما مات النبي، كان مجروح، سووا مولاي؟ فروا، راحوا ورجعوا، رجعوا ياهو ظل بالساحة بس الإمام علي عليه السلام. زين، واللي يذكرهم سني مو شيعي، يذكرها أن علي بن أبي طالب هو الوحيد الذي غير مسار الحرب كله. زين، أخذ يضرب ويضرب ويقاتل ويحارب حتى صار فيه 90 جرح، 90 جرح. زين، لما سقط الإمام علي من بعد الانتصار، النبي ودى له طبيبين، ودى لعلي بن أبي طالب شوية ورجعوا، قال لهم لمن رجعتوا؟ لماذا رجعتم سرعان ما رجعوا؟ قالوا له يا رسول الله والله ما رأينا جرحا لعلي بن أبي طالب إلا وفتح جرح آخر، ما نقدر، كل ما نمسك جرح الجرح الثاني مولانا ينشق، ها كل جروح. ولهذا لما رجع هذا الشبلنجي سني، زين، في كتاب نور الأبصار من علماء السنة، يقول علي بن أبي طالب بعد إتمام الحرب، حرب أحد، قال له يا رسول الله أصبت 16 جرح عميق، 90 جرح علي، بس 16 شنو؟ عميقة، ضربة قوية، فسقطت على الأرض 4 مرات. هو الإمام علي هذا ينقلها، زين، ينقلها، يقول للنبي، يقول له سقطت على الأرض 4 مرات، فرأيت رجلا في 4 مرات، رأيت رجلا من النور ينزل من السماء
فيأخذ بيدي ويرفع يدي ويقول قم وانصر رسول الله، فكنت أقوم وأضرب وأضرب حتى أجرح مرة ثانية، وطحت مرتين ثلاث أربعة، فأقامني هذا الرجل. تبسم النبي قال له لا تقر عينك يا أبا الحسن، أتعرف من هذا؟ قال من يا رسول الله؟ قال هذا جبرائيل يعينك على حماية رسول الله. السخاف البعيد منك يدور على المصادر مولانا، الواقع اللي هسه ذكرته لكم مولانا يذكرها. نعم الشبلنجي مولاي في كتابه نور الأبصار صفحة 97، نور الأبصار صفحة 97 هو اللي ينقلها. زين، إذن وحين البأس ثبت علي بن أبي طالب لم يثبت مولانا؟ ثبت. إذن ست صفات إيمان وإنفاق، ست علما للأبرار، للصادقين، للمتقين. ثلاثة نعم علي بن أبي طالب، ثلاثة علي بن أبي طالب. إذا قلنا الأبرار، وين الأبرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ياو يم القرآن، طيني هذا القرآن يمك، ماكو قرآن. زين تقرأ مولاي بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأبرار لفي نعيم، أو في آية إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، أنه بيوصل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما يحتاج مولاي. زين بعد إلى أن يوصل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذول اللي أطعموا الطعام ياهم مولانا هم الأبرار، لأن الآية قالت إن الأبرار يشربون من كأس، سورة الدهر آية الخامسة، إن الأبرار، اسمع إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الأبرار هم الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. إذن الأبرار ياهم، الأبرار هم علي وأولاده علي بن أبي طالب. الآية قالت هذه، قالت ولكن البر من آمن بالله، البر اللي مولانا يعمل هذه الستة يكون من الأبرار، إذا كان من الأبرار فالأبرار ياهم علي بن أبي طالب. هاي واحد. بعدين آخر الآية تقول أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا، أصلا هو الصديق الأكبر ياهو علي بن أبي طالب، والذي جاء بالصدق وصدق به، الصديق الأكبر علي بن أبي طالب، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصديقون ثلاث، الصديقون ثلاث، مؤمن آل ياسين حبيب النجار، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ومؤمن آل فرعون هذا الصديق الثاني اللي هو حزقيل، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، سورة غافر. زين بعد ومؤمن آل محمد وهو علي بن أبي طالب. إذن الصادقون ياهو علي بن أبي طالب. إذا قلنا الأبرار فالأبرار ياهو علي، وانطيناكم آية. إذا قلنا الصادقون، الصادقون ياهو علي، وانطينا آيات. زين، أو إذا قلنا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، المتقون ياهم علي بن أبي طالب. ليش؟ لأنه إمام المتقين. في آية عندنا خاطر شوي يرتاح بالك، ننطي آيات أفضل، مو بالك بار ذاك البعيد. زين مولانا، ننطي آية، الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به، قلنا الصديق ياهو علي بن أبي طالب، شو يقول؟ أولئك هم المتقون في آية ثانية. إذن الصديق اللي هو علي بن أبي طالب يكون من المتقين. إذن الأبرار علي، والصديقون علي بعد مولانا، والمتقون علي. ولهذا الآية تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقون ياهم، الصادقون هم محمد وآل محمد. خلي أعطيك أنا رواية جدا جميلة لأول مرة أقرأها مولانا في كتاب البرهان، تفسير البرهان، البرهان في تفسير القرآن. زين، الرواية ينقلها الإمام الباقر عليه السلام، جدا رواية جميلة. الرواية ينقلها أبو حمزة الثمالي عن الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر شو قال له؟ قال له يا أبا حمزة، اسمع عيوني، اسمع، ذكر علي وذكر آل البيت عبادة لو لا عبادة، اسمع يا أبا حمزة، إنما يعبد الله من عرف الله، وأما من لا يعرف الله كأنما يعبد غيره. اللي يعبد الله، اللي يعرف الله يعبد الله. زين، يقول أبو حمزة قلت للإمام أصلحك الله وما معرفة الله؟ أنا أريد هو الإمام قال له إذا تريد تعبد الله كن شو سوي؟ كن تعرف الله. شلون أعرف الله؟
اسمع شلون تعرف الله انت؟ ها قال له وما معرفة الله؟ قال الامام الباقر، شوفوا الامام قاعد يتصلها سلسلة وسلسلة، قال الامام يصدق الله ويصدق محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موالاة علي عليه السلام والائتمام بعلي. الائتمام يعني يخلي الامام شنو؟ امام علي. والائتمام بعلي وبأئمة الهدى من بعده والبراءة إلى الله من عدوهم، هذا هو عرفان الله. هذا شلون تعرف الله؟ شلون تعرف الله؟ تعرف الله أن تصدق الله وتصدق النبي وتأتم بإمامة علي وأولاد علي. الإمام الباقر يقول هيش معرفة الله. شلون أعبد الله؟ أنت لا تعبد الله إلا بمعرفة الله. شلون أعرف الله؟ عن طريق التصديق لله وللرسول وإمامة أهل البيت سلام الله عليهم. قال قلت أصلحك الله، أي شيء إذا عملته استكملت حقيقة الإيمان. اسمع شوف قاعد يسأل الإمام أسئلة جدا دقيقة، أنا أرجو تنتبهون رجاء زين. شلون أقدر أكمل إيماني سيدي؟ يسأل الإمام الباقر عليه السلام. إيش قال الإمام؟ قال توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله وتكون مع الصادقين، تكون مع الصادقين كما أمرك الله. وين أمره الله؟ وكونوا مع الصادقين. يقول أنا ما انتبهت، قلت له يا ابن رسول الله ومن أولياء الله ومن أعداء الله؟ ياهم أولياء الله، قل لي مو أكون مع الصادقين؟ من هم الصادقون؟ من أولياء الله؟ قال أولياء الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين، ثم انتهى الأمر إلي من بعد علي بن الحسين ياهو أنا، يعني ياهو الإمام الباقر عليه السلام، ثم ابني جعفر، وأشار إلى الإمام الجعفر، جعفر عليه السلام الصادق عليه السلام وهو جالس. فمن والى هؤلاء فقد والى الله وكان مع الصادقين كما أمره الله. إذن ولايتهم ولاية لله، واضح مولانا؟ ومن كان معهم كان مع الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أكو بعد رواية، أنا كاتب روايات أكثر من وحدة زين، قبل لا أقرأ لك الروايات خل أقول لك السنة الذين اعترفوا على أن الصادقين علي بن أبي طالب وأهل بيته. أريد أقول لك هذا الحكي مو عندنا، ترى هذا الحكي عندنا، نعم عندنا، لكن بالإضافة إلى كلامنا هذه الأدلة اللي ذكرتها موجودة كلها في كتب السنة، كلها في عند غيرنا. أعطيك المصادر على السريع زين، على السريع. اسمع، السيوطي سنة الوشيعي في كتابه الدر المنثور المجلد الثالث صفحة 290. البعض كلش حساس على المصادر، هو يطلب مصادر حتى ما يراجعها، أنا أدري بي زين، بس بعد صار هيك زين. السيوطي الدر المنثور مجلد الثالث صفحة 290. الخوارزمي ينقل عن كتاب إحقاق الحق مجلد الثالث صفحة 298. الثعلبي يقولوا له العلامة الثعلبي في تفسير الثعلبي في تفسير سورة التوبة، هاي نفس الآية. العلامة الجنجي سني هذا لكتابه كفاية الطالب صفحة 111. الحاكم أبو القاسم الحسكاني سنة الوشيعي، سنة هذولي. شواهد التنزيل مجلد الأول صفحة 260. كلهم ينقلون عن ابن عباس وعن جابر ابن عبد الله الأنصاري يقول كونوا مع الصادقين، أي كونوا مع علي بن أبي طالب. هاي كلها عند غيرنا مو عندنا زي مولانا. ابن الجوزي في التذكرة أيضا يذكرها مولاي، قلت لك. وكثير من المصادر اللي قدامي الآن، أنا هاي مجموعة من المصادر، 4 5 6 طلعتك ما أدري والله زين، هاي مجموعة من المصادر التي تنقل على أن الصادقين ياهو علي بن أبي طالب وأولاده علي بن أبي طالب في كل زمان، في كل زمان واحد. الإمام علي، من بعد الإمام علي ياهو الحسن، من بعد الحسن ياهو الحسين، يجب أن يكونوا معصومين. إذا مو معصوم الله ما يقول كونوا مع الصادقين مطلق، ها أكيد شي يصيرون معصومين مولانا زين. أنا وعدتك برواية واحدة، الرواية جدا ثجيلة زين، الجماعة أصلا ما يقبلونها مولاي، أصلا ما يقبلونها.
هسه قبلوها ما قبلوها كيفهم. زين الشاهد مولانا الرواية أول مرة في كتاب بحار الأنوار مجرد 24 صفحة 32 أول مرة هم أقراها مولانا. الرواية عن أصبغ بن نباتة، بس هاي الرواية لا تعبون. أصبغ بن نباتة ينقل عن الإمام علي عليه السلام، عجيبة رواية حلوة هذه. الإمام علي قلت لك فقيلة، يقول الإمام علي إذا جمع الله الأولين والآخرين، يعني وين؟ يوم القيامة، كان أفضلهم سبعة. إذا جمعهم أفضل الأولين والآخرين قد سبعة. الإمام علي يقول في كتاب بحار الأنوار مجلد 24 صفحة 32، ياهم كلهم من بني عبد المطلب. الإمام علي يقول، يقول هذول السبعة منين؟ من بني عبد المطلب. ياهم يا أمير المؤمنين، قال الأنبياء أكرم الخلق، الأنبياء أكرم الخلق، ونبينا أفضل الأنبياء. شوف، الأنبياء أكرم الخلق، ونبينا أكرم الأنبياء. شوف دققوا، هاي واحد. الثاني ثم الأوصياء، من بعد الأنبياء ياهم؟ الأوصياء أفضل الأمم، وبعد الأنبياء، ووصي رسول الله أفضل الأوصياء. شفت شلون صار مولانا؟ أول قال الدرجة الأولى العليا ياهم الأنبياء، قال وأفضل الأنبياء ياهم رسول الله، هنوب ذكر الأوصياء، وأفضل أوصياء الأنبياء ياهو أوصياء ياهو رسول الله اللي هو علي بن أبي طالب أولاد علي. هاي اثنين. ثالث ثم الشهداء، ثم الدرجة الثالثة الشهداء، أفضل الأمم بعد الأوصياء. زين، وحمزة سيد الشهداء، وجعفر ذو الجناحين يطير مع الملائكة في الجنة. هاي صاروا أربعة، رسول الله واحد، والإمام علي اثنين، وحمزة ثلاثة، وجعفر أربعة. إيش قضى الله من السبعة؟ ثلاثة ياهم. اسمع، وإنما إلى أن يوصل الإمام سلام الله عليه يقرأ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. بعد يا أمير المؤمنين قال ثم السبطان الحسن والحسين، ثم السبطان الحسن والحسين. إيش قصاروا؟ ستة. ظل عندنا ياهو واحد، هذا الواحد أفضل الأمم من بين هؤلاء السبعة. طبعا السبعة أفضل الأمم من بينهم هذا الرجل، هذا الرجل ياهو قال والمهدي من آل محمد. هؤلاء من؟ هؤلاء أفضل الأمم من الأولين والآخرين في يوم القيامة. إذا قامت القيامة ونصبت الموازين، أفضل الأنبياء رسول الله، أفضل الأوصياء علي بن أبي طالب، أفضل الشهداء حمزة وجعفر. زين، وأفضل الخلق الحسن والحسين وياهو، والمهدي من آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقون جمع، ليش جمع؟ لأنها في كل زمان يكون صادق، دلالة على أن في كل زمان شنو؟ إمام. في كل زمان إمام، لا تخلو الأرض من حجة، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هاي كلها دلالة على أن الإمام في كل زمان وفي كل وقت، واضح مولانا؟ موجود إمام معصوم، لا بد أن نعترف بإمامة الإمام زماننا في كل زمان. زين، ولهذا الآن إمامنا وسيدنا هو الصادق وهو البار وهو المتقي الذي يجب أن يكون أن نكون مع الإمام الحجة أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. هاي المعية أن نمشي على نهجهم، أن نسير على خطاهم كما أمرونا، أن نعمل كما أمرونا، وننتهي حيث نهونا عن. زين، وهم آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقف الحسين في تلك الساحة، ساحة كربلاء، وسألهم على ماذا؟ على أي ذنب تقاتلوني؟ ليش؟ قالوا له بغضا منا لأبيك علي، بغضا منا لأبيك علي. إذن أمير المؤمنين هو أساس الحق، هؤلاء قاعد يعادون الحق ويحاربون شنو مولانا؟ الحق، وهو أمير المؤمنين، لأن عليا مع الحق والحق مع علي عليه السلام. وبالفعل هرعوا وفزعوا على الحسين عليه السلام، وفعلوا ما فعلوا بالحسين، مثلوا بجسد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قتلوا وقتلوا ذرية الحسين وأطفال الحسين وأولاد الحسين وأنصار الحسين عليه السلام.
هؤلاء الماشين إلى كربلاء، اللي راحوا مشين على الأقدام إلى كربلاء، هم خلي يعرفون وين مشوا وين دخلوا، وين هذه أقدام هذه الأرض وطأتها أقدام الحسين عليه السلام، أقدام أبي الفضل العباس. أنت خليت رجلك في مكان اللي الحسين كان مخليها، أنت مشيت في مكان اللي الحسين كان يمشي، كان العباس يمشي، كان علي الأكبر يمشي. إذن أرض مقدسة كبيرة عظيمة، هذه كربلاء الذي تنفس فيها الحسين عليه السلام، وهذه التراب التي اختلطت وعجنت بدماء الحسين عليه السلام، فهي عظيمة، أرض عظيمة. ها؟ لما رجعت زينب سلام الله عليها يوم 40 نظرت يمين وشمال كأن زينب متحيرة تدور على ماذا زينب، ها؟ بكت عند قبر الحسين، وإذ تنظر زينب رمقت بطرفها، أدارت بطرفها يمين وشمال كأنها تنظر إلى مكان بعيد. وين مولاي؟ تعرف المسافة بين الحسين وبين العباس؟ ها؟ زينب كانت تتجه وتنظر إلى جانب أبي الفضل، وإذا تخاطب النساء تقول يا الحرايم قوما ساعدني أو لزمني من يدي وسندني. وين ناخذك يا زينب؟ سندني واخذني لعد كافل، اخذني يا عباس، اخذني لعد كافل، اخذني انا بعباس ما مقطوع ظني. لا والله ظني هو درين لك من سمع وني وني خذنها وسمعتها وقالها تدني. تقربت لابو فاضل زينب، تقربت لابو فاضل، ها؟ وصلت الى قبر ابي الفاضل، اسمع شوف نداءها، خذنها وسمعتها وقالها تدني يا اخويا عنيتي علي قرب مني. تعال يا زينب، يا زينب هذا ابو الفاضل. خويا عنيتي علي قرب مني. بعد ابو فاضل شو شحكيها؟ مني وعذريني يا زينب وارضي عني، وعذريني يا زينب. الله تشوف راحة الهام راحت، الراس راح والعين راحت، ويقنا سامحيني يا زينب، وعذريني يا زينب وارضي عني، وقلي للحرايم خلي يعذرني. لكن جلست زينب تقربت الى قبر ابي الفاضل. تصور نفسك انت الان بالمقام هناك، ها، قبال الضريح وقاعد تبكي هناك مولاي، ها، حنت كل الناس لاجل العيد، حنايا حنات لما ماتت ونشبت هالمنية، والله لما ماتت يا ونشبت هيا يا يا المنية لما انسى زينب بعد الخيال تبدي النياحة ألحانا فألحانا. إلهي
بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله، بالأخص من أوصاني بالدعاء، من قصدناهم بالدعاء، من على مرضاهم بالشفاء العاجل يا الله. اللهم طالب حاجة في هذا المجلس في غيره، اقضي حوائجهم بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله. اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين، اللهم لا تحرمنا البكاء على الحسين، اللهم لا تحرمنا خدمة الحسين يا الله. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأشياعه والذين تحت لوائه يا الله. وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين، أهلنا ذوينا من له حق علينا، أمواتنا أمواتكم، مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة معطر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. على جروحي والقمر غافي، وأنا بروحي نجم